قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة الحادية عشرة في إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت به أم لا على روايتين ويتخرج عليها مسائل منها لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزم فديتها على روايتين. تقدم لنا جملة من القواعد فمن تلك القواعد قاعدة قبول الدعوة في الوصف وثبوت الحقوق بالقرائن وكذلك أيضا من القواعد التي سبقت لنا أداء الواجب عن الغير من مال الغير وكذلك أيضا الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو يلحق بالمندوب شرعا وكذلك أيضا من خير بين شيئين وأتى بنصفيهما هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه وأيضا ما يتعلق بالمجهولات قواعد المتعلقة بالمجهولات والمبهمات إلى آخره متى تصح في العقود والفسوخ ومتى لا تصح هذا كله سبق في القواعد التي مرت بنا. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم القاعدة الحادية عشرة بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت به أم لا على روايته. هذه القاعدة ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب يعني تبعض الأحكام لاختلاف الأسباب فالأحكام تتبعض لاختلاف أسبابها ومواردها من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت يعني عندنا سبب واحد وجب به شيئان قامت حجة في أحد الشيئين فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجة يعني الحجة قامت بأحد الشيئين ولم تقم بشيء آخر فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت حجته أو نقول بأنه لا يثبت يعني عندنا سبب واحد ترتب عليه ماذا شيئان قامت الحجة بأحد الشيئين دون الآخر فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أن الحجة قامت بأحد الشيئين دون الآخر فإنه يثبت هذا الشيء وهذا من باب تبعض الأحكام ومثل المؤلف رحمه الله من الأمثلة على ذلك قال لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايتين. العمد جراحة العمد لا بد لها ماذا من شاهدين القوت لا بد له من شاهدين لكن المال يكتفى بأي شيء بشاهد وامرأتين نعم يكتفى بشاهد وامرأتين فهنا السبب واحد وهو الجراحة وهذه الجراحة يثبت بها شيئان القوت والدية تعذر القوت لأن القوت لا بد له القصاص لا بد له من شاهدين ذكرين لكن المال ثبت ثبت حجته وش نقول هنا يثبت المال ولا ما يثبت المال نقول يثبت المال بقيام حجته ولا يثبت القوت لأن حجته لم تقم ومثلها أيضا لو شهد رجل وامرأتان بأن عبدا قتل عبدا بأن رقيقا قتل رقيقا الرقيق يقاد بالرقيق أو لا يقاد به
يقاد به. فهذا القتل العمد، القتل سببه واحد، السبب واحد وهو القتل، يثبت به شيئان: القود والدية. القود لا بد له من ذكرين، من شاهدين ذكرين، وأما المال فإنه يثبت لرجل وامرأته، فنقول تثبت قيمة هذا العبد المقتول، لكن بالنسبة للقود لا يثبت. ومثله أيضا لو شهد رجل وامرأتان لأن هذا الرجل قد سرق، سرق من الحرز، فالسرقة يثبت بها ماذا؟ أمران: القط والمال. القط تعذر لأنه لا بد من ذكرين، لا بد من ذكرين. المال يثبت برجل وامرأتين، وعلى هذا على هذا فقس. وهذه كما ذكرنا تبعض الأحكام باختلاف الأسباب والموارد. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة، الثانية عشرة بعد المئة: إذا اجتمع للمفرد محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح، ويتخرج على ذلك مسائل. هذه القاعدة: ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم. القاعدة هذه: ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم. يعني إذا تزاحم عند الشخص محرمان لا بد أن يرتكب أحدهما، فنقول يقدم ماذا؟ يقدم أخف المحرمين، أخفهما. والعلة في ذلك قال المؤلف: لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح. الزيادة محرمة لا ضرورة إليها فلا تباح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والعلة كما علّى المؤلف رحمه الله، قال لأن الزيادة في المحرم الثاني لا حاجة إليها فلا تباح. نعم لا تباح، الأصل أنها محرمة لا تباح. ويتخرج على ذلك مسائل. قال لك: لو وجد المحرم ميتة وصيدا، المحرم وجد ميتة وصيدا، هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ نعم، فإنه يأكل من الميتة، لأن الصيد ميتة، لو قتله المحرم فهو ميتة، فيجتمع عنده ماذا؟ فعل المحرم والأكل من الميتة، فنقول يأكل من الميتة. يعني حتى لو قتل هذه الغزالة المحرمة، المحرم إذا قتل غزالة فإنها تكون ماذا؟ تكون ميتة. نعم، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسماه قتلا ما سماه زكاة. فنقول يأكل الميتة. قال: ويقدم نكاح الإمة على الاستمناء. يعني يقدم الأمة، لا يباح نكاحها إلا بشرطين: الشرط الأول ماذا؟ أن يخشى العنت، عنت العزوبة، وعدم طول الحرة، لا يجد مهر حرة ويخشى العنت. فإذا دار عنده إما أن يتزوج الأمة أو أن يصير إلى الاستمناء، فإنه نقول يصير، نعم يصير إلى الاستمناء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا وقعت نار في سفينة. نعم، إذا وقعت نار في سفينة، النار وقعت في السفينة، هم بين أمرين: إما أن يبقوا في السفينة فتأكلهم النار، وإما أن يلقى أنفسهم في البحر، أيهما يصيرون إلى أيهما؟ أيهما أخف، الإلقاء في البحر أو أن يبقى في السفينة؟ أن يبقى في السفينة هذا أخف، يعني ربما أن
السفينة تطفأ، النار تطفأ، ربما أنه إلى آخره، لكن كونه يلقي نفسه في البحر هذا محقق الهلاك. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 13 بعد 100، إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد أخرى إلى آخره. هذه القاعدة إذا كان هناك جملة ذات عدد، إذا كان هناك جملة ذات عدد فهل تتوزع أفراد هذه الجملة على أفراد الجملة الأخرى أو على جميع الجملة؟ إذا كان هناك جملة ذات عدد فهل توزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، يعني على الجملة، أو على كل فرد منها؟ يعني هل إذا كان عندنا جملة ذات عدد هل نوزعها على جملة أو على مجموع الجملة الأخرى أو على كل فرد، كل فرد يقابل كل فرد؟ هذا أراد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، يعني تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى ذات عدد، أن يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى ذات عدد. ووجد قرينة تدل على تخصيص، وجد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة، وجد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى، وجدت قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى فإنه يعمل بهذه القرينة. فعندنا الآن جملة ذات عدد موزعة على جملة ذات عدد، وجدنا قرينة تدل على أن كل فرد من هذه الجملة مخصص بالفرد الآخر من الجملة الأخرى. ماذا نقول هنا؟ نقول ما دام أنه وجد في القرينة فإننا نحمل هذه القرينة ونخصص كل فرد من هذه الجملة بالفرد الآخر من الجملة الأخرى دلت عليه القرينة. مثال ذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك الأولى أن يوجد قرينة إلى آخره، إلى أن قال مثله أن يقول لزوجتين: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. قال لزوجتين: إن أكلتما هذين الرغيفين إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحد منهما رغيفا طلقتا. لأن القرينة دلت على تخصيص كل زوجة برغيف، لأن دلت على تخصيص كل زوجة برغيف، لأنه
كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لاستحالة ما سواه، نعم لاستحالة ما سواه. فإذا أكلت الزوجة الأولى الرغيف الأول وأكلت الزوجة الثانية الرغيف الثاني فإنهما تطلقان، نعم تطلقان. فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. قال القرينة لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. أي نعم، لأن كل واحدة قصص لها رغيف، نعم كل واحدة لها رغيف. أي نعم، أي نعم، هذا هو المقصود. ومثلها أيضا قال لك أو يقول لعبديه إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلتما سيفيكما أو تقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. نعم هذا يصل حتى دخلتما بزوجتيكما، نعم فأنتما حران. فإذا دخل كل واحد من الأبدين بزوجته فإنهما يعتقان. فالمقصود هنا أن يدخل كل واحد من الأبدين بزوجته، لأنه يستحيل أن يدخل العبد الأول بزوجتين، هذا مستحيل، أو أن يلبس الثوبين أو أن يتقلص السيفين إلى آخره. فتلخص لنا في هذا القسم ماذا؟ أنه إذا وجدت قرينة تدل على تخصيص كل فرد من الجملة الموزعة على الجملة الأخرى بفرد من الجملة الأخرى فإنه يعمل بهذه القرينة. واضح؟ طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني كالقسم الأول إلا أنه لا قرينة. نعم القسم الثاني أن توجد جملة ذات عدد موزع على جملة أخرى ذات عدد ولم توجد قرينة تعين المراد، لم توجد القرينة تعين المراد. فهل نعم فهل يقابل كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بكل فرد من أفراد الجملة الموزعة عليها، هل يقابل كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بكل فرد من أفراد الجملة الموزعة عليها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله والقسم الثاني ألا يدل الدليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني في المسألة خلاف؟ والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى، يعني إذا ما وجد قرينة فهل نوزع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى أو كل فرد يكون مقابلا نعم لا لفرد من أفراد الجملة الأخرى؟ هل نقول إذا لم توجد قرينة إذا وجدنا جملة ذات عدد موزع على جملة أخرى ذات عدد ولم يوجد قرينة فهل نقول بأن الفرد موزع على جميع الأفراد أو كل فرد يقابل فردا آخر؟ واضح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف. فهل نقابل كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بكل فرد من أفراد الجملة الموزعة عليها أو يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى؟ ومثال ذلك قال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مس الخفين إني أدخلتهما وهما طاهرتان. نعم إذا قلنا يقابل كل فرد
من الجملة الموزعة بفرض من الجملة الموزعة عليها يصح أن يغسل رجله ويلبس الخف. واضح؟ إذا قلنا بأن كل فرض من الجملة الموزعة يقابل بفرض آخر من الجملة الموزعة عليها يصح أن يغسل رجله ويلبس الخف. وإذا قلنا كل فرض لا يقابل بمجموع الجملة لا بد ماذا؟ أيوة، أن يلبسهما على طهارة. نعم، إذا قلنا كل فرد لا بد أن يكون موزع على الجملة، لا بد أن يلبسهما على طهارة، يعني يدخلها على طهارة، على طهارة الرجلين جميع، على طهارة الرجلين جميع. فإذا قلنا كل فرد يقابل كل يقابل فردا من الجملة الأخرى يصح كما قال الحنفية، تغسل رجلك وتلبس كما قال شيخ الإسلام. وإذا قلنا لا، كل فرد لا بد أن يكون مقابل للمجموع، ما صح كما هو المذهب. طيب، ومنها أيضا قال لك المؤلف رحمه الله، ومنها مسألة مد عجوة ودرهم، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها، ملخصها: إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. هذه مسألة مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم مبادلة ربوي بجنسه، مثل ذهب ذهب، دنانير بدنانير، ومعه نعم ومع كل واحد منهما من غير جنسهما، ذهب معه تمر، ذهب معه تمر. إذا قلنا مقابلة كل فرد فرد يصح ولا ما يصح؟ هو سمعت الثقافة، يصح يصح. وإذا قلنا المجموع كل فرد على مجموع الجملة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، نعم ما يصح. نعم، فالخلاصة في هذه المسألة: إذا كان عندنا جملة ذات عدد موزع على جملة ذات عدد، فإن دلت القرينة على تخصيص كل فرد بفرد عمل بالقرينة، ما دلت القرينة على تخصيص كل فرد بفرد فهذا موضع خلاف، هل نقابل كل فرد بفرد أو نقابل كل فرد بمجموع الجملة. واضح؟ هذا الخلاصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة، إطلاق الشركة، هل ينزل على المناصفة أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ هذه القاعدة في إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوخ. نعم، إطلاق الشركة بما يفسر إذا أقر، قال زيد شريك، هل نفسره أنه على النص؟ نعم. أو مثلا قال اشترت سيارة، قال أشركتك معي بالسيارة، بماذا يحمل عليه؟ نعم، فنقول هذه القاعدة إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوخ، نقول بأنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، نقول ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول إطلاق الشركة في العقود، فيحمل على المناصفة. نعم، يحمل على المناصفة. فمثلا لو أنه اشترى سيارة وقال لزيد أشركت معي في السيارة، يحمل على ماذا؟ المناصفة. نعم، أو عقد عقد مضاربة بينه وبين عامل، فقال أنا وأنت شريكان، نعم تعمل فيها، يحمل على ماذا؟ المناصفة، مناصفة الربح إلى آخره. طيب، القسم الثاني في الإقرارات، هل يحمل على المناصفة أو هو مبهم يحتاج إلى تفسير؟ هذا موضع خلاف، والصحيح أنه مبهم. إذا أخر قال زيد شريكي، نعم زيد شريكي، فالصواب أنه مبهم ويحتاج إلى تفسير.
ربما أنه شريكه في النصف، في الربع، في الخمس، يحتاج إلى تفسير. القسم الثالث في الفسوق، نعم، في الطلاق، مثاله في الطلاق، لو مثلا قال طلق إحدى زوجاته ثلاثة ثلاثة، ثم قال للزوجة الأخرى وأنت شريكة لها، أنت شريكة لها، فإذا قلنا يحمل على المناصفة كم تطلق؟ ها؟ طلق ونصف ما يمكن. ها؟ إذا قلنا على المناصفة اثنتان، وإذا قلنا أنه مبهم تطلق طلقة واحدة، واضح؟ إذا قلنا بأنه مبهم تطلق طلقة واحدة، وإذا قلنا بأنه مناصفة فإنها تطلق طلقتين، لأن طلقة ونصف، نصف الطلقة، ولو قال هم يقولون لو قال لزوجته أنت طارق نصف طلقة أو سدس طلقة طلق عليه طلقة كاملة. نعم. طيب القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان. هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق، يعني هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق، كما تقدم لنا التزاحم في المحرمات، هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق. نقول هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القسم الأول أن يكون صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق. نقول القسم الأول صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق، وإذا لم ينفرد زاحمه غيره في الحق. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق، وإذا لم ينفرد ماذا؟ زاحمه غيره ممن يشاركه في الحق، وهذا له أمثلة. قال لك المؤلف رحمه الله: منها الشفعة. الشفعة والصورة المثلة، هؤلاء الخمسة شركاء في أرض، زيد مع نصيبه، الأربعة ماذا؟ لهم حق الشفعة. زيد باع نصيبه على صالح، الأربعة الشركاء الباقون لهم حق الشفعة. لو انفرد واحد أخذ جميع الشفعة، لكن لو طالب كل منهم بالشفعة فإنهم يتزاحمون فيها على قدر أملاكه، واضح؟ نعم. فإذا انفرد أحدهم بطلب الشفعة لا بد أن يشفع في كل النصيب، يعني ما يمكن أن يشفع في بعض النصيب، لأن يعني هذا في ضرع المشتري إلا إذا رضي المشتري. وإذا من فرد شاركه الآخرون في طلب الشفعة فإنهم يزاحمونه. طيب هذه قال لك: وغرماء المفلس. غرماء المفلس، والمفلس من هو؟ المحجور عليه، المحجور عليه الذي دينه أكثر من ماله، فهذا إذا كان غرماءه خمسة يتزاحمون في ماله، يتزاحمون في ماله، ماله 50,000 وما عنده وعليه من الديون 100,000 يتزاحمون فيه. لكن لو خرج واحد من الغرماء، لا أريد، ها، لو خرج الغرماء إلا واحد فإنه يأخذ كل نصيبه، يأخذ جميع حقه، لكن إذا زاحمه غيره، ها، فإنهم إذا زاحمه غيره فإنهم يتزاحمون ويقسم المال عليهم بالقسط، يدخل النقص عليهم جميعا كالعوض. نعم.
قال والأولياء. نعم الأولياء يتزاحمون في عقد النكاح. مثلا عندنا ثلاثة أبناء، ثلاثة إخوة أشقة يتزاحمون، وإذا لم يطالب البقية فإن أحدهم يستقل به إذا طالب. نفرض أنهم ثلاثة إخوة أشقة كل منهم أراد أن يعقد لهذه المرأة يتزاحمون، لكن لو أن الأول والثاني خرج يبقى حق العقد لمن طلبه. طيب قال لك والعصبات يتزاحموا في أي شيء؟ في الميراث. هلك هالك عن زوجة وخمسة أبناء، الزوجة تأخذ كم؟ الثمن، والأبناء يتزاحمون في الباقي. لو ترك بعضهم وأخذ البعض الآخر استقل فيه، لكن لو طالب كل منهم فإنهم يتزاحمون في الميراث. قال ولو الفروض يتزاحمون، هلك عن أربع زوجات وابن، الزوجات يتزاحمن في أي شيء؟ في الثمن. قال والوصايا المزدحمة في عين، الوصايا المزدحمة في عين، الوصايا قاعدة في الوصايا، الوصايا ما ينسخ بعضها بعضا لأنها تبرع بعد الموت. فلو قال مثلا وصيت في هذه السيارة لزيد، قال هذا عام 1420، 1425 قال وصيت بها لعمر، 1430 قال وصيت بها لبكر، لما تكون السيارة للجميع يتزاحمون فيها. قال والغانمون أيضا يتزاحمون في الغنيمة، والموقوف عليهم إذا قال هذه المزرعة وقف على طلاب العلم يتزاحمون فيها، وحد القذف الموروث إلى آخره يتزاحم فيه الورثة إلى آخره. هذا القسم الأول، وهو إذا كان صاحب الحق إذا انفرج حاز كل الحق، وإذا اشترك معه آخرون فإنهم يزاحمونه. القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة، الثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة، بحيث أنه لو شاركه غيره ما يتغير نصيبه. نعم لو شاركه غيره ما يتغير نصيبه، يستحق حصة خاصة، لو شاركه غيره لا يتغير، نعم لا يتغير نصيبه. نعم وهذه تنقسم إلى قسمين، تمليك بعوض وتمليك بغير عوض، هذه نوعان، هذا القسم نوعان، تمليك بعوض وتمليك بغير عوض. تمليك بعوض قال لك المؤلف رحمه الله مثل أن يبيع من رجلين عبدا، نعم أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهم نصفين. هذا الرجل باع عبدا على رجلين، ها كم حصة كل واحد منهم؟ النصف. لو ترك أحدهم البيع هل يتغير نصيب الآخر ولا ما يتغير؟ يتغير ولا ما يتغير؟ ما يتغير. هذا الرجل باع على رجلين عبدا لكل واحد منهما الآن النصف. لو أن أحدهما ترك البيع خرج بإقالة هل يتغير نصيب الآخر أو لا؟ ما يتغير، هو النصف، ها هو النصف ما يتغير. ما نقول بأنه لما خرج شريكه من هذا البيع بأنه يحوز بقية الحق. نعم واضح. نعم هذا تمليك بعوض. القسم الثاني تمليك بغير عوض، قال لك المؤلف رحمه الله والحالة الثانية أن يكون بغير عوض مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا. فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. لو وهب هذه السيارة لخمسة
يملك كل واحد منهم الخمس، يعني تساوون فيها. لكن لو أن بعضهم رد هذه الهبة، هل يتغير نصيب من لم يرد الهبة أو لا يتغير؟ يتغير ولا ما يتغير؟ يقول ما يتغير، وهب خمسة، أعطى هؤلاء الفقراء هذه السيارة خمسة وهبهم إياه، كل واحد منهم يملك خمسة، الأول رد والثاني والثالث والرابع، بقي الأخير ما رد، كم يملك من السيارة؟ الخمس، ما يتغير. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة بعد المئة. هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك إذا استند إلى سبب، هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك إذا استند إلى سبب، إذا استند الملك إلى سبب، متى يثبت الملك؟ هل يثبت الملك وقت انعقاد السبب أو من حين ثبوت الملك؟ يعني متى نحكم بالملك؟ هل نحكم بالملك من حين انعقاد السبب أو نحكم بالملك من حين ثبوت الملك؟ واضح؟ هذه القاعدة ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها قسمين. القسم الأول أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب، أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب، فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته، يعني من حين ثبوت الملك. نقول القسم الأول أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب، فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته. وذكر المؤلف رحمه الله لذلك أمثلة، ذكر أمثلة، قال لك ملك الموصى به، ملك الموصى به، الموصى له، هل يملك الموصى به عند الموت أو عند القبول؟ ها؟ إذا قلنا هل يثبت له حكم الملك، نعم حكم الملك، هل يثبت عند الموت أو عند القبول؟ هو عند الموت حصل السبب، ولما قبل تم الملك، هو ما في إشكال، ما يأخذ إلا بعد الموت، قبوله ما يكون إلا بعد الموت، نعم الموصى له. لكن الآن الموصى له قبل بعد الموت، يعني ما في إشكال، هل نحكم بأن الملك حصل له ولما الآن الموصي مات يوم الثلاثاء وقبل يوم الجمعة، أحكام الملك هل تثبت يوم الثلاثاء ولا يوم الجمعة؟ هذا الأرض اللي بينه المؤلف، من حين وجود السبب أو نقول بأنها تنعطف كما قال المؤلف ينعطف من حين وجود السبب، أو أنه من حين تمام الملك، لما قبل تم الملك، أحكام الملك هل تثبت أحكام الملك من حين وجود السبب أو أنها تثبت بتمام الملك؟ ها؟ أيوة نعم، إذا قلنا من حين وجود السبب، نعم إذا قلنا أنه من حين وجود السبب ما حصل منما يكون لمن؟ ها؟ للموصلة. وإذا قلنا من أحكام الملك ثبتت من حين تمام الملك يكون أنما لمن؟ للورث. هذا اللي أراد المؤلف أن يبين لك هنا، واضح؟ أي نعم. فالموصى به هل نقول بأن أحكام الملك تثبت من حين وجود السبب؟ واضح؟
أو أنها تثبت بتمام الملك، الأحكام المترتبة على الملك. فإن قلنا المذهب يقولون بأنه أن أحكام الملك تثبت بتمامه بالقبول، نعم، وإذا قلنا بالموت ماذا؟ نعم بالسباب. هذا نعم. طيب الثاني قال لك دية المقتول، دية المقتول، وهذا الكلام ذا يتكلمون عليه العلماء ترى له ثمر اختلاف كما تقدم في النماء وغير ذلك. دية المقتول يعني هذا ليس كلاما لفظيا وكلام معنوي. الآن دية المقتول، هذا رجل جرح يوم الثلاثاء ومات يوم الجمعة، السبب متى حصل؟ يوم الثلاثاء وتمام الملك الجمعة. هذه الدية هل نقول بأنها من السبب أو من حين أو من حيث تمام الملك؟ إذا قلنا بأنها من حين تمام الملك تكون لمن الدية؟ للورثة. وإذا قلنا منها من حين السبب تكون لمن؟ للمجروح. وش يترتب على ذلك؟ ترتب عليه مسألة، إذا قلنا بأنها للمقتول نفذ منها الوصايا من الدية ويقضى من الدية ديونه، نقضي منها ديونه وننفذ منها وصاياه. وإذا قلنا بأنها للورثة حيث على ملك الورثة ما نقضي منها ديون الميت وننفذ وصاياه، واضح؟ طيب أيضا قال لك والفسخ بالعيب والخيار، الفسخ بالعيب والخيار، أيضا الفسخ بالعيب والخيار، العيب والخيار، هل الفسخ بالعيب والخيار هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ رفع للعقد من أصله أو من حينه. سبب الفسخ وجد عند العقد، السبب عند العقد، وتمام الفسخ لما حصل العيب وفسخ. إذا قلنا بأن الفسخ في العيب والخيار رفع لأصل العقد، لمن يقول النما؟ للبائع. وإذا قلنا بأنه ليس رفعا للأصل وإنما هو رفع من حينه، من حين الفسخ يكون النما لمن؟ للمشتري. فالسبب الآن وجد عند العقد لكنه ما تم الفسخ إلا عند وجود العيب، نعم، عند وجود العيب وعند الخيار إلى آخره، عند الفسخ بالخيار والعيب. فهل هو فسخ للعقد من أصله؟ إذا قلنا بأنه فسخ للعقد من أصله ها يقول لمن؟ يقول إنما للبائع. وإن قلنا بأنه فسخ له من حينه يقول لمن؟ للمشتري. قال المؤلف رحمه الله قال لك وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة، نعم سبب الملك في الحياة انعقد وتحقق بعد الوفاة، يعني هذا رجل نصب شبكة للصيد، ها لا 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 تابع الأمثلة القسم الأول، نعم تابع الأمثلة القسم الأول، نصب شبكة للصيد ومات ثم صادت، هل الصيد هذا يحدث على ملكه ولا على ملك الورثة؟ ها كما تقدم اين عميل، ها هل يحصل على ملكه؟ اذا قلنا بانه يحصل على ملكه الصيد هذا نقضي منه دينه ونفذ وصاياه، واذا قلنا بانه يحصل على ملك الورثة ما نقضي منه دينه ونفذ وصاياه، ها واضح ولا شك؟ واضح. طيب هذا القسم، هذا القسم الثاني. طيب القسم هذا القسم الاول، نعم القسم الاول. القسم الثاني حقيقة ليس داخلا لكن المؤلف رحمه الله جابه تبع، نعم القسم الثاني العبادات، نعم القسم الثاني العبادات التي يكتفى
بحصول بعض شرائطها في وقتها، العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها إذا وجدت في أثنائها، إذا وجدت في أثنائها فكما لو وجدت جميع الشروط. يقول القسم الثاني: العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها، فإذا وجدت في أثنائها، يعني هذه الشرائط التي يكتفى بها، فكما لو وجدت جميع الشروط. من الأمثلة على ذلك، قال لك: إذا نوى الصائم المتطوع، من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه؟ فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني ظاهر كلام الإمام أحمد. هنا الآن هذه عبادة اكتفي بحصول بعض الشرائط في وقتها، نعم، النية اكتفي بها، ما كان نوى في أول الوقت لكن نوى واكتفي في أول الوقت، فكما لو وجد جميع الشرائط. ومثل أيضا قال لك: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما البدة، يعني البلوغ ما حصل إلا في أثناء العبادة، والحرية ما حصلت إلا في أثناء العبادة، فيقول يجزي كما لو وجدت جميع الشرائط. القاعدة 17 بعد 100، هذه القاعدة في المعتبر في العقود والفسوق المعلقة، المعتبر في العقود والفسوق المعلقة. الأصل عند جمهور العلماء، الأصل أن العقود لا يصح تعليقها بخلاف الفسوق، نعم، بخلاف الفسوق. الأصل عند جمهور العلماء أن العقود لا يصح تعليقها، ما يصح أن تعلق العقد، بخلاف الفسوق. الفسوق يتوسعون فيها، يقولون يصح تعليق الفسوق، فالفسوق أوسع من العقود، نعم. لكن هناك من العقود، ليس كل العقود، لكن هناك من العقود ما يصح تعليقها. طيب، إذا علقت هذه العقود والفسوق، فما هو المعتبر في التعليق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ يعني العقود والفسوخ المعلقة، هل نغلب جانب التعليق إذا كانت الأحكام تختلف في حال التعليق وفي حال الوقوع؟ الآن هذا المعلق أصبح له حالتان، حالة تعليق وحالة وقوع، فهل نعتبر حالة التعليق أو نعتبر حالة الوقوع إذا كانت تختلف الأحكام فيه بين حالة التعليق وحالة الوقوع؟ هل نعتبر حالة التعليق أو نعتبر حالة ماذا؟ الوقوع. نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كل عقد، كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، حال الوقوع وحال التعليق، ولم يفضي أحدهما إلى ممنوع شرعا، فالمعتبر هو حال الوقوع،
المعتبر هو حال الوقوع. مثال ذلك، مثال ذلك، لو علق، انتبه، لو علق طلاق زوجته على صفة ثم وجدت هذه الصفة في مرض موته، مثلا قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم كلمت زيدا وهو مريض مرض الموت، إذا قلنا المعتبر حال التعليق ترث ولا ما ترث؟ ها؟ لا ترث. وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع ترث، لأنه يعتبر طلقها في مرض موته ويعامل بنقيض قصده. واضح؟ ها؟ وليس بواضح. هل المعتبر حال التعليق ولا حال الوقوع؟ إذا قلنا المعتبر حال التعليق ما ترث، لأنه طلقها في حال الصحة. وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع، ها ماذا؟ نقول بأنها ترث. لماذا؟ أيوة، لأنه طلقها في مرض موته فيكون متهما بحرمانها مثل. طيب، مثال ثاني، مثال آخر كذلك أيضا، قال لك المؤلف: ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ نعم، إذا قال، نعم، إذا قال لعبده: إذا كلمت زيدا فأنت حر، فكلمه وهو مريض مرض الموت، مريض مرض الموت، إذا قلنا المعتبر حال التعليق، هل يعتق من جميع المال ولا من الثلث؟ ها؟ من جميع المال، لأنه في حال الصحة يكون من جميع المال. وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع يعتق من أي شيء؟ من الثلث، لأنه في مرض الموت ما هو إلا تبرعات الثلث. واضح؟ طيب، فهذا القسم الأول. طيب، القسم الثاني كالأول، لكن يعني القسم الأول كل عقد يختلف باختلاف حالين، حال التعليق وحال الوقوع، لكن ويختلف حالان، هل المعتبر حال التعليق أو حال الوقوع؟ قلنا في الأول المعتبر حال الوقوع، وقلنا في القسم الأول ما لم يفضي أحدهما إلى ممنوع شرعا، هنا أفضى أحدهما إلى ممنوع شرعا. نعم، هنا أفضى أحدهما، كل عقد معلق له حالان، حال وقوع وحال تعليق، ويختلفان، وأفضى أحدهما، أحد الحالين، إلى ممنوع شرعا، فنقول هذا الممنوع شرعا ملغى ويتعين الآخر. واضح؟ نقول إذا كان أحد الحالين يفضي إلى ممنوع شرعا، إلى ممنوع شرعا يكون ملغى، ها؟ أي ويعمل بالآخر. نعم، يعمل بالآخر. واضح ولا تبي واضح؟ ها؟ واضح. نعم واضح، هذه واضح، يعني حال التعليق وحال الوقوع، إذا كان أحدهما يفضي إلى ممنوع شرعا نلغيه ويبقى الآخر يعمل به. مثال ذلك، نعم، مثال ذلك، إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم وجدت هذه الصفة وهي حائض، قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، كلمت زيدا وهي حائض. عندنا الآن حال التعليق وحال الوقوع، هل نعتبر حال التعليق أو حال الوقوع؟ ها؟ ممنوع شرعا، ها؟ لأن الممنوع شرعا يفضي إلى ماذا؟ ها؟ إلى أن يقع الطلاق وهي حائض، نعم، وهذا ممنوع شرعا، فنعتبر ماذا؟ حال التعليق، فتكون ما كلمت زيد، إن كلمت زيدا، ها؟ فأنت، إن إذا كلمت زيدا فأنت طالق، كلمت زيدا وهي حائض، فنقول حال الوقوع هذا غير معتبر شرعا. لماذا؟
لأنه يفضي إلى ممنوع شرعا، نعتبر حال ماذا؟ حال التعليق. طيب مثال آخر، مثال آخر، قال لك المؤلف رحمه الله الوصية. نعم الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس. نعم أو بالعكس. نعم الوصية لمن هو في الظاهر وارث، يعني وصى لأخيه في حال الصحة، عند الموت أصبح أخوه وهو وارث. نعم عند الموت ولد له ولد أصبح أخوه غير وارث، هل تصح الوصية أو لا تصح الوصية؟ ها؟ تصح الوصية، لأن لو اعتبرنا حال الموت، لو اعتبرنا حال الوقوع، الوقوع الموت لو اعتبرنا، لازم من ذلك أن تكون تصح الوصية لمن؟ لوارث. نعم لو اعتبرنا حال التعليق قبل الموت، اي نعم هو الآن وصى لأخيه وهو غير وارث، عند الموت ولد له ولد وصى لأخيه وهو وارث، عند الموت ولد له ولد فأصبح أخوه غير وارث، هل المعتبر ما كان عند الموت عند الوقوع أو المعتبر ما كان عند التعليق؟ ها؟ نقول المعتبر ما كان عند الوقوع. نعم عند الوقوع، لأنه الآن أصبح ماذا؟ غير وارث. نعم أصبح غير وارث فتصح له الوصية. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى أو علق طلاق امرأته على صفة ولدت في مرضه، تكلمنا عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 18 بعد 100. نعم هذه القاعدة تعليق فسخ العقد إذا وجد، تعليق فسخ العقد، نعم تعليق فسخ العقد بوجوده، نعم تعليق فسخ العقد بوجوده، يعني مثلا قال لزوجته أو قال إن تزوجت هندا فهي طالق، إن تزوجت هندا فهي طالق، هنا الآن علق الفسخ والطلاق بوجود النكاح، بوجود النكاح. إن ملكت زيدا فهو حر، علق الاعتاق على الشراء الملك، هنا تعليق العقد، تعليق فسخ العقد بوجوده، هل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يترتب عليه مقصود، أن يترتب عليه، أن يترتب على تعليق فسخ العقد على وجوده أن يترتب عليه مقصود شرعي، نقول القسم الأول أن يترتب على ذلك مقصود شرعي فيصح. مثال ذلك قال إن ملكت زيدا فهو حر، أي ترتب عليه مقصود شرعي وهو الاعتاق، ترتب عليه مقصود شرعي وهو الاعتاق. قال إن ملكت هذه السيارة فهي وقف لله عز وجل، ها في الحكم صح، ترتب عليه مقصود شرعي. نعم إن ملكت هذا الكتاب فهو نذر، أو إن ملكت هذا المال فهو نذر لله عز وجل، يصح ولا يصح؟ نقول يصح. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن لا يترتب عليه مقصود شرعي
فهذا لا يصح. قال لك المؤلف: منها إذا علق الطلاق بالنكاح، فالمذهب أنه لا يصح. إذا قال إن تزوجت هندا فهي طالق، نقول هذا التعليق غير صحيح، الزواج صحيح والطلاق حكمه لا يصح. وتعليق العفق بالموت تقدم، تعليق النذر بالمكس تقدم، تعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخ الوكالة الدولية، يعني يقول إن وكلتك فقد عزلتك، إن وكلتك فقد عزلتك، ها؟ هل يسمي نعم، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ نعم ليس صحيحا. نعم نقول بأن هذا نعم قول الموكل للوكيل وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك. نعم الدور، نعم يلزم عليه الدور، يعني أن يقول الموكل للوكيل وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، كلما عزلتك فقد وكلتك. نعم هذا ما يترتب عليه مقصود شرعي، المذهب يرون الصحة. نعم وتعليق فسق البيع بالإقالة على وجود البيع، تعليق فسق البيع بالإقالة، إذا بعتك فقد أقل فقد أقلتك، نعم إذا بعتك فقد أقلتك أو فسخت، نعم ما يصح هذا. وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، وتعليق فسخ التدبير بوجوده، ها؟ كيف؟ أيوة الوديعة ماذا؟ أي بس هنا ما في تعليق فسخ، أقول ما في تعليق فسخ العقد بوجوده، هنا في تجديد العقد. نعم فالخلاصة في هذه القاعدة نقول إذا كان التعليق يتضمن مقصودا شرعيا فهذا جائز، وإن كان يتضمن مقصودا شرعيا فهو غير صحيح في الجملة. نعم في الجملة، لكن أغلب الصور التي ذكر المؤلف رحمه الله لا يصح فيها التعليق. طيب القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة، هذه القاعدة خلاصة في هذه القاعدة، وذكر مالك رحمه الله في آخرها قال ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان، هذه القاعدة هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وإن كان يخالف العام فهو يقتضي التخصيص. نقول القاعدة هذه ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وبحكم يخالف العام يقتضي التخصيص. نعم يقتضي التخصيص، هذه هي خلاصة القاعدة هذه. وش مثال ذلك؟ لكن المؤلف رحمه الله هذه يذكر الأصوليون هكذا، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عليه أحكام ترتب عليه أحكام فقهية. نحن قلنا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام وش حكمه؟ لا يقتضي التخصيص. مثلا تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا، زيد من الطلبة، ها زيد من الطلبة، أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا، ها ما يقتضي التخصيص. لكنك يعني كلهم تكرم زيد وتكرم الطلبة، زيد تكرمه وتكرم أيضا بقية الطلبة، لكنك أنت نصيت على زيد للعناية به، هذا ما يهم من هذا الكلام. لكن إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، ها وش الحكم هنا؟ يقضي التخصيص. أكرم الطلبة ولا تكرم زيدا، تخصيص. نعم تخصيص. هذا التخصيص ينقسم إلى قسمين، نعم هذا التخصيص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول
أن يكون في كلام واحد متصل. قال لك المؤلف في كلام واحد متصل فالمذهب أنه يفرد الحكم الخاص بحكم ولا يحكم بدخوله. هذا إذا كان احنا قلنا بحكم يخالف العام في الحكم يأخذ التخصيص. هذا الذي يخالف العام، هذا الفرد الذي يخالف العام تحته قسمان. القسم الأول أن يكون في كلام واحد متصل، ها؟ فهذا لا يأخذ حكم العام. أن يكون في كلام واحد متصل مش حكمه هنا يأخذ حكم العام ولا ما يأخذ حكم العام؟ نقول لا يأخذ حكم العام. مثل وش مثاله؟ قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قالك هذه الدار، هذا يشمل كل الدار، يعم كل الدار، ولي هذه الغرفة منها. قوله هنا الآن ذكر الخاص بحكم يخالف العام، وش الحكم هنا؟ ها؟ يملي الغرفة هذه يصير لها حكم أنها تبقى له، هي داخلة في الإقرار. والبيت يكون لمن؟ لزيد. البيت لزيد والغرفة تكون له، واضح؟ طيب قال لك مثل لو قال أقر أن هذه الأرض لعمر إلا هذا الجزء، ها؟ يكون هذا الجزء حكمه يخالف العام، يعني حكمه يخالف العام. ومثله أيضا قال ولو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا. طيب هذا إذا كان في كلام واحد. طيب القسم الثاني إذا كان في كلامين منفردين. قالك المؤلف القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، فجعل هذا تحته حالتان إذا كان في كلامين منفردين. واليوم قال البيت لزيد، لأن صار باسر قال الغرفة دي لي، ها؟ إيش الحكم؟ نقبل كلامه ولا ما نقبل كلامه؟ قالك المؤلف ما يقبل كلامه، واضح؟ هنا الآن ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، مع ذلك كله ما يأخذ التخصيص، يدخل مع العام ما دام انه اختلف الكلام، يعني حصل بينهما فاصل، ها؟ الفرد يأخذ حكم خاص ولا يصير تبع العام؟ يصير تبع العام، واضح؟ يكون تبعا للعام. ولهذا قال لك إذا كان في كلامين منفردين فقال لك تحته حالتان. الحالة الأولى أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه كالأقارير والشهادات والعقود إلى آخره، نعم، فلا يقبل منه. كما قلنا أقر اليوم قال البيت لزيد، الأرض هذه لزيد، لم صار من باسر قال لا هالجانب هذا لي، نقبل ولا ما نقبله؟ ما نقبل. أو شهد أو عقد إلى آخره، نقول هذا لا ما دام منه ما يمكن الرجوع. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا، نعم، أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية. وصى الوصية يصح إبطالها، وصى بهذه الأرض لزيد يوم صار من الغد قال إلا هذا الجانب، يصح ولا يصح؟ نقول يصح، يعني نقول يصح. فالخلاصة في ذلك أن نلخص القاعدة هذه، الخلاصة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام يأخذ التخصيص، لكن إذا كان يخالفه، إذا كان يخالف العام فإنه يأخذ التخصيص. وهذا تحته قسمان، أن يكون في كلام واحد فيأخذ التخصيص، في كلامين منفردين ما يأخذ التخصيص إلا فيما يصح رجوعه فيه، ما يأخذ التخصيص إلا في أي شيء فيما يصح رجوعه فيه كالوصية، كما مثل المؤلف وقال لك وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته إلى آخره.
طيب في الأخير قال المؤلف ويستصل بهذه القاعدة قاعدتان، يستصل بهذه القاعدة قاعدتان، إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة. هذه قاعدة، إذا اجتمع في الشخص جهتان، جهة عامة وجهة خاصة، فنقول يأخذ بالخاصة ولا يأخذ بالعامة. اجتمع في جهة استحقاق عامة وجهة استحقاق خاصة، فنقول بأنه يأخذ بالخاصة ولا يأخذ بالعامة. مثاله قال لك إذا أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران، قال 100,000 للجيران و50,000 لزيد، زيد من الجيران ويبي يأخذ 50,000، لكن هل يأخذ مع الجيران ولا ما يأخذ مع الجيران؟ ها؟ قال لك المؤلف يأخذ بالخاصة بس ما يأخذ بالعامة. واضح؟ وليس بواضح. طيب قال لك ولو أوصى لزيد والفقراء وهو فقير، قال هذه 100,000 للفقراء و50 لزيد، يأخذ 50. طيب الفقراء قال أنا فقير عطول، ها؟ نعطيه ولا ما نعطيه؟ خلاص يكفيك الخاص. فإذا اجتمع هذه قاعدة، إذا اجتمع في شخص جهة استخصاص جهة استحقاق عامة وخاصة يأخذ بالخاصة فقط، نقدم الخاصة على العامة. طيب هذه قاعدة. القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، يعني هذا الشخص اجتمع في عدة صفات ليست عامة وخاصة كما سبق، وإنما عدة صفات خاصة، عدة صفات خاصة، هل يستحق بكل الصفات الخاصة ولا ببعضها؟ ها؟ إيش نقول؟ بكلها، بكلها. الأخذ من الزكاة بصفة الفقر، هو فقير وغارم وغازي وابن سبيل، يأخذ بهن كله، يعني ينصح أنه يأخذ من الزكاة بناء على أنه مدين، قال أنا والله مدين، أعطوني كم عليك؟ علي 1,000 دينار، خذ 1,000 دينار. أيضا أنا فقير ما عندي ثلاجة، خذ ثلاجة. أيضا أنا مجاهد، خذ. أيضا ابن سبيل، خذ. واضح. ومثله أيضا الأخذ من الخمس، الخمس يكون في بيت المال في المصالح، يعني الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفي والوقوف والإرث بأسباب متعددة. مثلا الخمس، قال أنا من بني هاشم، نعطيه من الخمس لأن بني هاشم يأخذون من الخمس. قال أنا فقير، نعطيه من الخمس. واضح. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، أنا يتيم يعطى. ومثله الوقوف، إذا قال هذا وقف على طلاب العلم وعلى الفقراء وهو طالب علم وفقير، نعطيه صفة طلب العلم ونعطيها أيضا صفة الفقر. وتعليق الطلاق، كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق. فكلمت رجلا فقيها أسود، ها كم تطلق؟ ثلاث طلقات، ها تطلق ثلاث طلقات. طيب فالخلاصة في ذلك أنه إذا كانت جهات الاستحقاق عامة وخاصة يعطى بالخاصة، إذا كانت كلها خاصة يعطى بها كلها، هذا الخلاصة. طيب القاعدة 20، قال المؤلف رحمه الله تعالى يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة
الواحدة ما لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق. يعني الأصل أن ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة. يعني إلا قال لك المؤلف رحمه الله إذا إن كانت القرابة الزائدة لا تستحق شيئا في محل التقديم، قال لك ما لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق. المهم الخلاصة في القاعدة هنا أن ذا القرابتين أنه يقدم في الاستحقاق، أن يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة، يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة. منها قال لك تقديم الذي لأبوين على الأب في الميراث، في الميراث يقدم. أخ شقيق مع أخ لأب، المال كله للأخ الشقيق. الولاء، نعم الولاء، أخ شقيق للمعتق مع أخ لأب للمعتق، المال يكون لمن؟ يعني هذا شخص قد أعتق، ما وجدنا أحد يرثه لا من عصباته ولا من ذوي الفروض، يرثه معتقه. طيب ما وجدنا المعتق، يرثه عصبة المعتق، وجدنا أخا شقيقا للمعتق وأخا لأب للمعتق، الأخ الشقيق. طيب ولاية النكاح، أخ شقيق وأخ لأب، يقدم الأخ الشقيق. الصلاة على الجنازة، يقدم الأخ الشقيق. الوقف، إذا قال هذا وقف على إخواني، يقدم الأخ الشقيق. الوصية، إذا وصى لإخواني، نقدم الأخ الشقيق. قال المؤلف القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرف. نعم نعم، هذه القاعدة والتي تليها يعني عندنا تقريبا أربع قواعد أو خمس قواعد، هذه كلها في العمومات ومخصصات العمومات. نعم كلها سهلة، كلها قواعد سهلة. في تخصيص العموم بالعرف تحت ثلاثة أقسام. العرف هل يخصص العام أو لا يخصص العام؟ نقول هذا تحته ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، قال المؤلف أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراد حتى صار حقيقة عرفية. القسم الأول أن يغلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده، أن يغلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى يصير حقيقة عرفية. فالمعتبر هو الحقيقة العرفية. مثال ذلك السراج يطلق على ماذا؟ السراج لفظ عام، يطلق على الشمس، يطلق على ذي الصداء به، لكن غلب على فرد من أفراده هذا العام وهو الذي ماذا؟ يستضاء به، فنقول السراج اسم لأي شيء؟ ها؟ لما يستضاء به. لو قال والله لأنظرن إلى السراج ثم نظر إلى الشمس، هل وفى بيمين ولا ما وفى؟ ما وفى، لا بد أن ينظر إلى السراج الذي يستضاء به. أيضا مثله الوتد يطلق على الجبل ويطلق على ما يوضع في الجدار، تضع عليه الثياب. السقف يطلق على السماء، يطلق على سقف الحجرة إلى آخره. يعني القسم الثاني ألا يستعمل الاسم إلا مقيدا مضافا فلا يدخل في الاسم العام. ألا يستعمل الاسم إلا مقيدا مضافا فلا يدخل في العام، مثل ماء الورد. نعم ماء الورد، لقال والله لأشربن ماء ثم شرب ماء ورد، يبر ولا ما يبر؟ ما يبر. واضح؟ لو قال
والله لآكلن تمرا ثم أكل تمر هندي، يبر ولا ما يبر؟ ما يبر. طيب القسم الثالث والأخير، ما لا يدخل في الاسم العام غالبا إلا بقرينة ولا يفهم دخوله إلا بقرينة. نعم، ما لا يدخل في الاسم العام غالبا إلا بقرينة ولا يفهم دخوله عند الإطلاق، فهذا نقول بأنه لا يدخل. مثلا لو قال والله لآكلن لحما، هل يدخل في ذلك لحم السمك ولا ما يدخل؟ لو قال والله لآكلن لحما أو من حيث العموم يدخل، لا لا، لكن ما يفهم إلا بقرينة. لحم السمك ما يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك لأنه ما يدخل إلا بقيد الإضافة لحم سمك. ومثله أيضا قال في المؤلف لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك إلى آخره. يعني لو قال والله لا آكل رأسا فأكل رأسا، قال والله لا آكلن رأسا فأكل رأس طير أو رأس سمك، هل يدخل ولا ما يدخل؟ ها؟ هو من حيث العموم يدخل، يعني من حيث العموم يدخل، لكن رأس الصيد رأس الطير الغالب، رأس الطير الغائب إنه ما يقال رأس إلا مقيد المضاف، يقال رأس طير، واضح؟ أو رأس سمكة، الغالب يقيد يقال رأس سمكة، واضح؟ نعم، بخلاف رأس الشات لو قال أكلت رأس يفهم من رأس شات، نعم، لكن لو قال لو أراد أن يقول أكلت رأس طير لابد أن يقول رأس طير، نعم، مقيد المضاف. نعم، هذه الأقسام. طيب القاعدة الثانية والعشرون، يخص العموم بالعادة في الجملة، أيضا العموم يخص بالعادة في الجملة، ومثل المؤلف رحمه الله، ودليل ذلك عندنا قاعدة العادة محكمة. نعم، العادة محكمة. لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته، لو وصى لأقاربه قال هذا الدراهم وصية لأقاربه، من هم؟ إذا كان هناك عادة، عادة أنه يصل هؤلاء الناس تختص الوصية به، يعني عادة له خالات يصلهن وعمات ونحو ذلك، فنقول العموم تخصه العادة. أو لأهل بيته، من يصلهم؟ أو وقف على بعض أولاده وله عادة أنه يصل بعض الأولاد، وهذا على القول بصحة الوقف على بعض الأولاد، ولا الصحيح أنه لا يصح، المشهور من المذهب أنهم يصححون الوقف على الذكور دون الأنادي، أما هذا غير صحيح، صواب أنه لا يصح. المهم إذا كان له عادة فإن هذا العام يخصص به العادة. أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة، العمل هذا يصير حسب العادة، نعم، يعني حسب العادة، العادة أنه يعمل من الصباح إلى الظهر ويستريح بعد الظهر، يعمل بعد العصر، حسب العادة. أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، لو قال والله لا آكل، والله لا آكل من هذه الشجرة ثم أكل من ورقها، هل يحنث ولا ما يحنث؟ تقول لا، لأن العادة أنه ما يبر ورقتك يعني يؤكل الثمر، مقصود ذلك الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. قال القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة، قال لأن نختم بها، قال ويخص العموم بالشرع في مسائل، يعني في الجملة أيضا،
العموم يخص بالشرع في مسائل يعني في الجملة. مثال ذلك: نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة. إذا نذر صوم الدهر نقول الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد وأيام التشتى هذه ما تكون داخلة خاصة بها، أو ما يجب صومه شرعا كرمضان غير داخل. ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا، لو قال والله لا أكل لحما ثم أكل لحم خنزير يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ ما يحنث، لأن هذا الشرع خصصه من العموم. أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون ظاهر، أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم، لو قال وكلتك الطلاق زوجتي هل يملك أن يطلقها وقت الحيض؟ ما يملك، نعم لا يملك، هذا مخصوص بالشرع. هل يملك أن يطلقها ثلاثا؟ ها؟ يقول ما يملك. أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة، لأن الجمعة مستثناة. وإن قال متتابع لكن الجمعة نقول بأنها ماذا؟ مستثناة شرعا، وإن نص على التتابع.